دستور لغو كلا السعودية نظام يدولة بيغطها إلا ما يرأيسو قال لغا سوى داري سيدات عشانا واكو سيدات صانو سمع الله برغي دب كلاحانا سيدي بولا وريغية بالحقيقة لكن دمانتين وحن كوضا شقينا إنا تدقال تدب هلا حرقا قنباشي أي كشبينا نكسو صارنا نبض واتقرا تيددوينا يا شعبك يا أمضا أنفع عيسى كي يلمين علاد بهدا كي يلمين مد كربين كي يلمين قلالاس كي يلمين فوضو كي يلمين تلحمو كلقي سحانة كلقي تلية كلقي قرشية كلقي خربة نسلق قردرية هاي وحين الله نسيداد وشاكوها راي وقت قنوبة مات وحتى دبس أنا كوكا منوي دي سيداد كوكا من ميسيد هل كذب قدرتنا دمدم إسبان ولا دبس عنا هل كذب قدرته دمدم إسبان ولا دبس عنا مركا أرت مركا كوادا ندين شيء جاي وحتى قالوا سعودا ما ترتو وبين وبروباغاندا إذا ما دين نتشوجان إس إس بي يكو شيء تري سكس بروحي تشوجان هنا يلاليان نفطة شعبنا ديجانكا إيد يعرضا ولا لهن بالوينتا أما بلا حبر تجارة سول مدو يقول لود يدا يتأسي شرتو أو أي نكد دفاع إنه أما كائل علينا إنه وحكة صوت طريقة العلنت إنه كائل علينا إنه وح كم ده إن ديجان كذبوا كقبط موصبيه ما هينا إنه هرتي وقرا تكائل علينا إنه لبدين لبين ساعتها وحلوه هلاي هاي أو ضدكم أو هلايين أو جندي بالوين تعبر تجارة يقولي ده جرح تيس يعيد ماذا إس إس بي يكون شيء ترسيل إسبايو هلايين إن لقي العالي يدعان ده طب كبح طب كاسي هادو كي ما عنده إن شر وضع وحق على إس إس بي ده كي ما ليس إن الكور يستأجنو صداقة وحتى ضوادي السنة مش عارف يجرب سو مال اللي أنا يصلي الدين تيا ما تحد غمات كوا أي بويد دم دمسة وبيسيد ده كل شيء نيجي قاب كستا وصحنا طبق الشدوع أما عارف جابها النقط أما برعيد حدا ده هالنقط أما بري يبور ما هالنقط أما حساسية كعين هالنقط أما حل دبعنا الله ده تكلجات البضين اللي حلو على هذا الجوع بورها هالنقط صحنا يبقى كنس ميسين علاط تلاقي دون علاط بوكي يقعنا يقع حوالا شيء صحنا يساحي بدي وجنوده يأسكرتيسة حلا الصعدة إلا الصعبة إلا معه سالكود وهوك أخرية الدون كذا الدون كنا منافقات باوطالة آخرنا منافقات باوطالة نفاقة منافقات علادة حقد جي حمان تقمض الله دحد جيو تاسنا عداد بي الله ضحك أعادنا الله منا ومنكم أجمعين شعبي جيغا وانو قد جنا إني وحاني حق الله كود على الأمان وعداد وفي سلام الدين قيس هنا الضادي سوى عداد هدي اللي قد له عداد هدي قفتي شو عداد هدي إلهي ويسلي به الدنيا دينا وادي قاسة فقك إيا علاد كل شيء هذا صحنا انت عارف وقد قينا إنو نقوه قامية تاويين وعداد نقوه قامية صحنا وحن وقد قينا إنا عن قلالاسها فوضضا إيا علادها أيان وقد قينا صحنا أضام غليزان مركا تشاليال ان ولي ووضا ولي ووضا ارتقال دينا كاين على من ريحان يي كويس كسو نوقدان ان هو هاي لكن صحاله نندير كفر ديهيا ما مركا مر ولبا وحينو باقا دهرو درينا وكو غدها جوغا كشقينيان او اس اس بي اي 236 باي كشقينيان سدي نبا لو الى لها ديغان كن لو الى لها وحنا لي سيغيا لبا اندوت إلي هو وحي هرتي كي يمادع إيش كلانا هو وحي كي يمادع عرفيت عيل كيرجي سفر ليه عمل في السنة وطها ومد السومال اللي أنا يسال الدين تيدا يا مدحدقة ميد كيدي علم مدى يدا يا جنقصة تيدا يدا يا تجار تيدا يا مشورة تيكا شعب يغيدو بها ساكا النمط يقع حيستا يشوف ده وحكم بربري الدولة النمدي وح قرانا يقريه يسر سلاته سوق مجال ده هرجيسة
waxa la xusuustay 1990kii intii u dhaxaysay 1990kii magaalada Muqdisho waa dunyadu ay TV-yada ka soo deeyayso oo xadkii cagaarnaa magaalada Muqdisho silsiladaha sida loogu taxayay qoryahana suuqyada lala wareegay caruurta dalkan u dhalatay 5-7 sano may ku arag burca waxa manay ku arag hargeysa waxa manay ku arag suuqyada Soomaaliland waxa taladii hore iyo intii caqliga iyo garaadka lahayd ayay naga xakamaysay in shacabiga aan hubka gacantooda u gelin oo laga hayo laga xareeyo oo ay noqoto qodob dastuuriya oo dambiya saaka beelihii Soomaaliland oo dhan waa hubaysan yihiin ugu dambeysa beesha idiyo banaanka ula soo baxday waxa lala wixiyaan dee gudaha joogtay taasina waxayna tusaysaa in dowladnimada dusheenii lagu burburiyey oo taliska dusheenii lagu burburiyey oo maamulka dusheenii lagu burburiyey taasi waxayna tusaysaa in aanay jirin ciidamo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taasi waxayna tusaysaa in sharciga dusheenii lagu burburiyey oo sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland ku damaanad qaadaya muwaadinka naftiisa hantidiisa iyo qaranimadiisa 2018 waxaan ahaa nin Soomaaliland la yaabantay markaan idinku wariyay waa mucjiso Muuse Bixii Soomaaliland haday kala haraa horta Muuse Bixii Soomaaliland way israacday laakiin qalfoofkii ayaa loogu tagayay 8 bisho ka bacdi Muuse Bixii Soomaaliland way israaceeno tii waxa arkaysan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee hubku mamnuuc ahaa qaaqda ka yeelaysa tijaabtii qaaqda ka yeelaysa culimadii masaajidadii shacbigii ummadii waxaas oo dhanna waa dembigii saxnay oo suuqyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wareegaya waa fashe 1996 between 1996 ilaa iyo maalintii stadiumka magaalada Hargeysa hubka lagu ururinayay iyo dib u heshiisiintii Xaaj Cabdi Ibraahim Cagaal ee iyadana qaybta labaad hubka lagu xareeyay waxa ka soo wareegtay dhowr iyo 20 sano ilmaha maalinta dhowriya 20 jirkii ma arag ciidan iyo tekniko suuqa burcaya Hargeysa wareegaya oo silsiladaysan iyo qoryihii iyo ciidankii iyo jabhadihii iyo warlordnimadii sanaan laan waxay u jeheysatay Muuse u jeheeyay khaatimadii ugu dambeeyay dareeqa warlordnimada ciidan beeleedada milishiya beeleedada waana 1990kii halkii ayuu kanay Soomaaliland wuxuu ku celiyay waqtigii gaariga dhiga dheeraha heesta laga daarayay loodhanayay faqash way tagaysaa si tuqaan tuqiya siisawgi iyo sabaxa shacabigu ay dhekada uga baxayeen ee qoryaha iyo cumaamada la isku duubay 5-7 sano ayuu saxanay taariikhda Soomaaliland zero grey 5-7 sano ayuu saxanay taariikhda Soomaaliland zero grey 55 years of history ayuu subax quraata tamaashir sidoo kale sax saaka beeluhu iyaga istifaaciya saaka beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaga istifaacaya oo la leeyahay deegaanadii difaaca saaka saxare sida nidaamkii qaxoola jira ayuu gacmaha u duubayaa bariga burco iyo galbeedka burco uu dhagaxaan isku shiidaya watalada golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waa wasaaraddii amniga iyo daaqiliga iyo dejinta ayaa balastar isugu duubaysa sabig iyo dhalaankii ay garoonka kubad ugu dhigi lahayd ee ay garoonka kubad ku ciyaarsiin lahayd isdhexgalka iyo midnimada iyo wadajirka guud ahaan Soomaaliland iska daabracay ayaa labo dii wasiiray ugu waaweynaa ee saxare uu soo dirsaday ay u duubaysa gacmaha oo ay leedahay midba midkiina kala taga oo isshiida oo ay isu wajallo
dhalinyaradii jamhuuriyadda Soomaaliland ciyaarta ciyaaraha sportiska ee lixda gobol wada ciyaari jiray inaan kala sacanood ka yimaada uu la ciyaari jiray gobolka Daadmareen uu la ciyaari jiray gobolka Salalka Salalna Caynaba uu la ciyaari jiray Caynabina gobolka Hawd la ciyaari jiray ee kubadda iyo basketka wada ciyaari jiray saaka ciidan beeleedad ay ku kala sabteen oo lagu kala tiriyay oo midba midka kale uu ku jiraa dowladnimadii lagu shubay baa laga shubaa taytaynimo warlordnimo kaaba qabiilnimo beela beelo hub tignico iyo maleeshiya beeleed ayaa la idinku kala safta umadi reer Soomaaliland waa daland waya bant horta Soomaaliland ay muusa waa ka siro grayaha taariikhda shan iyo soddon jirsatay ee shan iyo soddon jirsatay siro grayaha Soomaaliland sideed habeen baa idin haray kan imagine muusa waa shan sano dambe kaba soo qaadba hadduu doono bal aynu siinaba waynu hanayno saaka siro buu taagan yahay bal aynu hanayno xus siro gray habeenkeenu siyaad saaraynay sideedii baynu gaarigii sabaxii siisa ugii saaranay cumaamadana waa inagu duubantay qorigiina waa sidanaa maxaa kale wad moor ayaa la burburiyaa harsan wad moor hal qof oo Soomaaliland roo beeninaya miyuu jiraa in taariikhdaasi ay fakti reality tahay imise sanaa kugu dambeysay in gawaadhi iyo qoryo silsilad leh niyo hargeysay calaamada iyo suuqa hargeysay iyo bartanka sirooga burco tignikada iyo hubka iyo laysu soo baxo odaanta habar jeclaadana maleeshiya beeleedkii habar jeclo ciidan qabiil waxa la yidhahdaa maleeshiya beeleed waa maleeshiya beeleed leedahay maamul maaha cel maaha marka maxay noqonayaan automatically waa maleeshiya maleeshiya mana madgariya ka shaqayso ama xaliya ka shaqayso ciidanka iyaga saaka dalka ka jira G26 waa maleeshiya beeleed beel baale maleeshiya adduunyada afka ingiriiska waxay ugu yeedhaa maleeshiya soomaali waa ciidan militariyeysan oo beele ay wadato ciidamada G26 maleeshiya beeleed G36 waa beel weyn tigraxa G36 sodonka ardaa ka kooban wuu isani dadfaa yaani reality ahay ciidamada SSB waa maleeshiya beeleed beel weyn tabar jeclaa leedahay isani dadfaa yaani reality idin hor taala aanay ahayn kuu sabaysta keenaya maxayin waa maleeshiya beeleed ciidan beeleed beel baale haylaabin kuwa dhulbaxanta sitaa maxay yihiin waa dhulbaxanta waa maleeshiya beeleed 15 years calanka Soomaaliland baa ka taagnaa ha ka dhigin dad kale meel kale jiray ama dhulbaxanta caawa soo dhashay waa dhulbaxanti kubadda inala ciyaarayay hadda soo lay hargeysa inagu la ciyaarayay waa imise maleeshiya beeleed saddex maleeshiya beeleed oo waaweyn baa jira oo ka bilaabma magaalada hargeysa oo G26 ilaa iyo Las Caanood maleeshiya beeleed dib dul baxante maleeshiya beeleed habar jeclaa maleeshiya beeleed garxajisa kuwa garxajisa isbitaalka magaalada hargeysa ka bilaabmaan ay ku abtirsadaan ilaa iyo cirigaabna waa taxan yihiin kuwa habar jeclaana berberay ka bilaabmaan ilaa iyo cirigaabna waa taxan yihiin kuwa dul baxantana qoreligu dusheeda ka bilaabmaan ilaa iyo garowga xadkiisa waa taagan yihiin taasi waxay ahayd Soomaalilandii 15 sano xalay hay'adinta maanta oo tii caruurta ku dhalatay ayaa intaas u kala qaybsan qabiil mar haddii maleeshiya beeleedkii hargeysa ay joogto maxaa halay waa Borno waa Belgoolia beesha gada Bursumba bilaa maleeshiya beeleed iyagana cilmiga iyo aqoonta iyo darajada ayaa tusaysa waagii 1949 kan maleeshiya beeleed ma ahayn daawadayaal bay ka ahaayeen
شغدي ودنك جوكتي مركا هو فايلير فايلد استيت وي ولا بيستود بحمل نانا هيلا تراف بيردونين وي فايل ونساقل يا سين الساقل دي عرفت واحد ترافا إذا بغبغت الناقية فكيف كان بعير هدي قيلة دغي سودر دريسا أعرف يسمح هذا مالي وحن سي سويدية ومن مركة عن فريستان سويدية بل عاقلو هدي عاد سيقبت دي سمو صبيحين وصندوق بين بين وقو كرنو وحا حرأي وصمين الله وحن سي حدنا وحبا وحرأي وحا وحرأي شقا كقبيع مركة عن سويدية وان قرانا يا قبيع دي سمو صبيح عبدي شقا كقبيع وحوية إن أنا كيرة دان تبرية برع أو قعنت أوصل دبي، إيا كلوكت أوصل دبي، دان تقلبات، لبذا تكنيكي كل اللي يهين خد عقارن برع الله قديكو، ولا بده دامو دي جوتو داتو، تسويلي وين حرسنت، وأنا تلقوه رجوجا سافري، أكون بقى عن لا دبي لا سافر فري، واحد سله هدي شن صناد دم بق يسي جرتو. يعني يركيو قولي جاو سو دي بي يتقني كذا يباسكولا ده يكوا يريرا كلا أو يجون عران دانا أو شبههن يوم الأشياءات كان نيوبرجيسي علامة تجي ترسيكس إنه كوا أنا عران دانا بريش كرجيسي كوكلما تحسنا ولي ما يدعن وصبح والبا ده قيل دام بييري سوا قبنا هنا صدق حسن يو صلاة دين تسمال لأنه جاملي سا معلوم البدء ده كي جمع هي وكلاهية مركي عن باري وحرس للبضا سواكا قبيل لبضا هدو كسو تخلصو شمس السنة دم بيها ديبا عينو سين لين تاكو ولو دي دي وو دي دن تين عيسا ايا قدبور سنة عيدا بوكالا نحبي لها دعمه يسوق الدوبي لها يلوغا بلاستر يا بايمو يا ديك يا فينتو هي يسوق الشوشو لها وهنا بالبحر هنا بالدري أيا الله ورنا إلى هاي مركو أدونش على هذا الدومي هي سا أيوه فرع ملايك تعمر سيا إن الدومي سو على هذا إلى هاي نمركو أدون أو الدومي سو ملايك تعو فرع إن الدومي سو نعاه الله دحمريا انا بيعف افعاش وكوكا عي الهي حقي سرالي لقماها وافعاش الهي ونحبي هي منافقات حقدك على عضاها كراقي بنت يققبك الهينا ملايكتي سوامرسي قبع الله نوافر ليها ساكر حسبتي كل مية هي مصبيحي قد كان بيني سميستين وأي دهدين كل بارو ده سينا أستاذ دي إنشين نهران دلك أودر سناينا أستاذ دي إنشين نهران دي دلك لورد دراي أورتن إلا إذا صار اختراع عمر لبعض أما قعان صوت دوبا أما ضد سكوت دراي أما ليك صوت عاديو إن أنا مرة بعد سيد شو بنو إلا هي ملايك تي سهور استاجي إلا هي هي ملايك تي سه أي هور استاجي نين إلا هي قرب كيسة كبا حينا إجنا قرب أمور نقاكرتو إنا بيحي شعبي كسو مالي لان داي الله أبورتي وقرب كوبني إلى هاي الظلم نفتي سوا كحرمت مي إن الدل حرمت على نفس على نفس الظلم ولا تظلموا هاي الظلميين نفتي إذا ما كحرمت مي فعال إلى هاي النعبي هاي شعب قد أمريكا للنعبي هاي ووحي لي الدين تين النعب طاي ومورالك يحير كين النعبي هاي أياء الدرجات مركا انا بيحي الدلك واكو هاليس نفتي سنة واكو هاليس وادد عذره الدلاغ على الله قدر الله اتدك بابي هذا با اذا مدى اسس بي يجي 26 وحي قوة السعودان انا ديقان كوالالو اللي يهين لا يلاليو لقد دفاعه وحيد بدك اي معين
sidoo kale waxaynu ku wada soconaa dal iyo dibad iyo miiriya iyo ciidamada faranta jooga inaynu ka difaacno colaadaha uyna soo dhex raacin doono muuse biixi cabdi oo 99% isaga ay yihiin cidda ay colaaduhu ka imaanayaan 1%-na waa dhulba hantay